وينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة السفير محمد الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية. أهلا بك سعادة السفير في مركز الأخبار. اليوم نتحدث عن العلاقات البحرينية السعودية، هذه العلاقات متجذرة تاريخية، كيف يعني ما هي الكلمات التي يمكن أن نصف في هذا المقام هذه العلاقات؟ في البداية اسمح لي أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله، وذلك بمناسبة الذكرى 94 لليوم الوطني السعودي. بلا شك وفي البداية نود أن نستذكر ما يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على أن هذه العلاقة تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية والراسخة والمتأصلة بين الشعبين الشقيقين، وهي مستمرة. وكذلك تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن هذه العلاقات إنما هي محل فخر واعتزاز للشعب البحريني والمملكة العربية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. نعم، اليوم نتحدث عن يعني لو نتحدث عن مستقبل العلاقات بين المملكتين الشقيقتين، نتكلم عن مستقبل مشرق، مستقبل دائما يزدهر، ما يعني خاصة في لو نتحدث عن العلاقات الاقتصادية، هناك علاقات اقتصادية منفتحة، هناك علاقات بين الشعبين، هناك علاقات متينة بين الحكومتين والقيادتين الحكيمتين، كيف تنظر إلى هذه العلاقات ومستقبلها طبعا؟ نعم، بلا شك بأن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيقي سعودي بحريني. نعم، وأن هذا المجلس إنما هو يستديم ويكون هناك استدامة لهذه العلاقات وتطويرها والتكامل الاقتصادي وتوحيد الرؤى بين المملكتين. وأتت هذه إحدى هذه الثمار برنامج تكامل والذي يعامل المنتجات المصنعة بين البلدين في مقام واحد وتتيح للفرص الاستثمارية والاقتصادية. وبلا شك بأن استمرار الزيارات على مستوى القادة إنما هي تعزيز لهذه المكانة واستدامة لهذه العلاقات، والطموح بأن يكون هناك يعني تفعيل هذه المبادرات الناتجة من المجلس التنسيقي السعودي البحريني. نعم، إذن سعادة السفير محمد الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك. شكرا.